الاستاذ بحجي واش كاين اعتراف من الجامعه بشكل مكتوب بشكل رسمي ديال يودي على اساس ان مرزاق هو الرئيس الفعلي؟ ومن حيث كنقولوا الا كاين اعتراف مكتوب على اساس ان رضوان مرزاق هو الرئيس الفعلي، واش رضوان مرزاق صحبه المكتب القديم او لا مرزاق هو الرئيس الفعلي ولكن له كامل الصلاحيه فانه يتم تشكيل مكتب اخر او لا غير طعم المكتب؟ هذا هو واش بناء انا لانه ممكن غتغير غير رئاسه من بحجي رضوان مرزاق وغيتم الاحتفاظ بالتشكيله، لان كيف ما جا في الاخير المداخله بالفعل حنا فهاد الصباح راه ملي قلتي ان لو كالم راه بالفعل لو كالم، لان الصباح طالع عندنا البلاغ ديالي ودي الاعتماد واخا ما مكتوبش اعتماد انه ما ولا كينتاد. واش غنشهدوا نهار الحد جوج ديال الفروق غيدخلوا للتيران؟ شكون هو؟ واش كاين شي حاجه مكتوب؟ تحياتي. غير مع الاخ مرزاق رضوان. نعم. واش كتشوف على انه في المستقبل القريب على انك ممكن تعقد الجمعه الابتدائي لتشكيل مكتب جديد؟ لان السي مرزاق هو الرئيس الفعلي، وصلنا في بان المكتب ديال السي مرزاق قعد واحد الانسقاقات فيه، واش غادي يكون شي تسعير شي عناصر جديده ولا غادي تختفي بنفسها؟ ما وصل في علمي بان المجلس الاداري المكتب المدير انه طالب تهجير مباراه نادي مكناسي ضد زوارده الى وقت لاحق، يعني واش في العلم ديالكم هذه المساله هذه؟ وهل اذا صح بان المجلس الاداري عين ابو خديجه وكان انه الرئيس الصالح، يعني شنو غادي يكون يعني بالنسبه لكم شنو غادي المسائل الطريق اللي غادي تولوا؟ السلام عليكم. الصحفيه ما خدتش القرع ديالها لا في التسجيل ديال المنابر ولا في الذكر ديال المنابر، وبالتالي اي واحد ان كانوا يقول الراي هذا بين قوسين تفاديا للاحراج بالراحه. كان مازال كنكرر السؤال ديالي ديال الضمانات الماليه، كيفاش يكون التعامل المالي؟ راه غتهضروا مع جامعه مع شيكات ديال اللاعبين ديال المدربين. وسؤال اخير نتمنى ما يكونش محرج، والسي بحجي سيستمع مع الاخوان. رئيس انا اول ملاحظه عندي اولا قضيه الدعوه للصحافه. الصحافه عندها شغلها بطبيعه الحال وعندها ايضا مسؤوليتها والتزامها تجاه الراي العام، وبالتالي ما غاديش يجي بينا شي تبعه ولا في واحد الترويجيز ويتم الاشاره ماشي حتى من اعضاء المكتب غير نسمعوها ولا نشوفوها في فيسبوك. انتم قلتوا في بدايه اللقاء ديالكم انكم عازمين على التواصل وتغيير العقليه وتغيير واحد المجموعه ديال الامور اللي كتنخر النادي ومن ضمنها التواصل مع الجماهير الرياضيه. انطلاقا من مبادره الامل عاوتاني كتقولوا في الاخر ان مواصله التواصل كتقتضي انه التعامل باحترافيه والتعامل ايضا بمسؤوليه والتعامل ايضا باحترام الجسم الصحفي. ندوز للنقطه الثانيه وهي متعلقه بالبلاغ اللي تمم اليوم صباحا واللي كيشير فيه المكتب المديري او ما يسمى بالمكتب المديري لمتعدد الانشطه في النقطة الأخيرة اللي كتأكد فيها رئاسة المكتب المديري بين قوسين، لأن مازال ما كاينش انتخابات. هذاك موضوع آخر ديال القانون هذاك ما ندخلوش فيه، لأنه كاين المصادقة وما كاينش الاعتماد. الاعتماد هو الذي يخول لك بطبيعة الحال باش تنتدب أو ما تنتدبش في اختبار الترشيحات، وكاين شروط ديال الاعتماد إلى غير ذلك. هذا موضوع واحد، ولكن في الأخر بغيت تأكدوا لينا كيقول أنه قرار التعيين لفرع كرة القدم ونسخة من أداء واجب الانخراط السنوي. معناها كي كتطلع واجب الانخراط السنوي لدى الجامعة فمعناه أنه الجامعة راه اعترفت بك، في حين أنك تنوى الجامعة أو العصبة الوطنية اللي هو في الوقت اللي كتشيروا فيه على أنه رضوان مرزاق باقي هو الرئيس الشرعي والفعلي، أنه عنده مدة ديال 4 سنوات. أما فيما يتعلق بالتقرير القانون 379 معروفة، الرئيس عنده الحق كما وضع لائحه يمكنه يغير اللائحه. شكرا.
اولا تنشكرو واش نسميو مكتب ولا نسميوه يعني لجنة الامتناع ولا نسميوه كما جاء على لسانكم شنو انت نسميوه واش لان جاء على لسانكم انه هذا يكون امتناع وليس انسحاب في المداخلة ديالكم الأولى خصنا توضيح شوية في هذا الأمر شنو تتعني بالامتناع واش هو يعني إداريا أنتم مع مرزاق غادي تبقاو معاه أو لا غادي تبقاو في الظل وغادي معاه في هذا أو لا شيء آخر ندخلوا دروا أو بيوت كما تيقولوا المجلس أو المكتب المديري أصدر اليوم بلاغ يعني مفاده أنه تيطعن في الجمعة في الجمع العام ديالكم وتعين حسب يعني قانون 30/09 يعني ما يسمى بالرئيس المنتدب لفرع كرة القدم شنو هو يعني تعقيبكم على هذا القرار اللي هو يعني بيت القصيد اليوم حنا بصدده واش غادي تنصاعوا لهذا القرار او لا غادي يبقى يعني الشد والجد في هذا المكاتب علما ان جهات اخرى تقول ان الخروقات عمت جميع الجمعات العامه بما فيها المكتب المديري اكتفي بهذا القدر السلام عليكم تحيه للحضور الكريم تحيه للزملاء الصحفيين والاخوه اولا شكرا للقاء التواصلي والندوه التواصليه اللي كانت اليوم مع اننا نعيب عدم دعوه الصحافه بشكل رسمي ما توصلناش بدعوات لكن في اطار دعم الرياضه بالمدينه فنحن كاعلاميين لا يسعنا الا اننا ناخذ المبادره ونجيو من رؤوسنا فسؤالي واش المكتب حين تم تاسيسه والجمع العام اللي مر واللي كان فيه تفويت استقاله شفويه كانت من طرف السيد رضوان مرزاق كان قدم واحد الاستقاله شفويه واش هذيك الاستقاله تم تثبيتها باستقاله كتابيه واعتمادها هذا السؤال الاول السؤال الثاني واش هذا الجمع العام ما كنتوش عارفين ما كانش قانوني حيث انك قلتي سي بهجي ان الجامعه خبرتكم بان لحدود الساعه المكتب الشرعي واللي عنده الشرعيه هو المكتب ديال السيد رضوان مرزاق فواش ما كانتش الخطوه اللي بادرتوا بها بجمع عام واعاده تطعيم المكتب او اعاده هيكله المكتب كانت ما كانتش مدروسه ما كان فيها شي نقص من ناحيه ديال الدراسه ديال الناحيه القانونيه ديال من اجل تاسيس هذا المكتب هذا شكرا عندي انا غير سؤال واحد بالنسبه للتغطيات ديال الكوردي حنا تنديرهم ديما غير بالنسبه للتغطيه الاولى اللي درنا حتى واحد ما علمنا وهاد المره عاوتاني غير بعد التسريبات واش هاد الشيء عندكم تغطيات فيهم سريين للغايه ولا شكون اللي مسؤول ولا شي واحد اللي غلط في نفسه وشكرا